راح نشغلكم على بناء خارجي طريقتين. أول طريقة راح نرفع البناء بس الجدران الخارجية بس الواجهات الخارجية، والطريقة الثانية راح نرفع البناء مع تقطيعاته الداخلية، يعني مع الجدران الداخلية. تمام، أول شغلة بدنا نساويها بدنا نحضر الملف على الأوتوكاد. لازم يكون عندنا طبقات لهي المشروع أو طبقات للعناصر اللي بدنا نرفعها. منين نفوت على الليار؟ الأوتوكاد. شو اختصاره؟ شو اختصاره؟ ال او. تمام، فوت على اللاير بروبريتس، على خصائص اللاير وطبقات، إضافة طبقة جديدة من نيو لاير، بعطيها اسم وبغير لونها. تمام، طيب راح يكون عندي مجموعة طبقات. أول طبقة مثلا طبقة واحد. الطريقة الأولى بكفيني أن آخذ حدود المسقط بدون تراسات. الطريقة اللي باخذ فيها حدود المسقط هي إما حدد طبقة، طبقة الطريقة الثانية مثلا بي ال بولي لاين، وبمشي على حدود المسقط. تمام كامل. أو بعمل كوبي وبلغي منه الإدراج الخارجية والتراسات هيك. تمام، بعمل ريكتانجل بستخدم أمر اسمه باوندري بي او، انتر انتر، ونقرا برا انتر. أخذ عندي حدود المسقط، بكفي هدول الحدود. بضغط ام بنسخهم وبحذف القديم. تمام، وباخذ طبقة ثانية أي اسم بسميه، ممكن الراسات. تمام، باخذ عندي التراسات هاي ريكتانجل، التراس هاد، التراس هاد، والادراج. حدد الادراج وبحدد التراسات. شو بعمل؟ كوبي من هون لهون، زاوية مشتركة بين المسقطين. تمام؟ طيب هاي الطريقة الثانية راح اشتغل فيها. الطريقة الأولى، بالعكس طريقة ثانية بعدين أولى. الطريقة الأولى أول شغلة بدي آخذها هي الجدران، فباخذ طبقة للجدران وول مثلا. تمام، بدي آخذ الجدران الخارجية والداخلية عن طريق أمر الباوندري بي أو انتر انتر. تمام، بنقر بفراغ الجدار هيك. وين في جدران؟ حدد. تمام، بمشي على جدران المسقط كاملة هون هون هون. تمام، انا عامل جدران كاملة. باخذ مثلا الوول 2 وباخذ جدران الطابق الثاني. الأسبوع الجاي بعد ما نبلش تسجيل نحدد الوول. طيب ناخذ طبقة ثانية نسميها وول 2 أو جدران الطابق الثاني. باوندري بي او،
تربطها في قلب الجدار. تمام. طيب هيك كنا أخذنا جدران الطابق الأرضي لحال والأول لحال. تمام. طيب بعد الجدران بدنا نعمل طبقة للأعمدة، هاي الأعمدة. تمام، عاملينه ريكتانجل. أنا آخذ طبقة مسميها أعمدة، في حال ما آخذ هاي الطبقة ماني محدد على طبقة الأعمدة، أو لأتأكد إنه الكل على طبقة الأعمدة، حدد عمود منهم زر يمين بعطيه select similar. تمام. طيب بتأكد حددت شيء زيادة أو لا، حدد الأعمدة كاملة ما فيها نقص، في عنا عمود هون الزوايا ما في جدار، هذا وول. تمام، أخذنا الأعمدة كلها، في حال ما كنا عاطينهم طبقة الأعمدة بنعطيهم طبقة الأعمدة. تمام. طيب بعد الأعمدة طبقة للنوافذ، طبقة للأبواب، ننشئ طبقة نسميها نوافذ، ناخذ نوافذ الطابق مثلا الأرضي. بعد ما أحدد الطبقة باخذ ريكتانجل ار اي سي، اي ار اي سي، وبرسم ريكتانجل وين في نوافذ محددة. تمام، لحدد النوافذ كاملة، نوافذ البناء كاملة. تمام، هاي طبقة للنوافذ، بعدين باخذ طبقة لنوافذ الطابق الثاني كمان نفس الحكي ريكتانجل، وباخذ حدود النوافذ هاي. تمام، بنتهي من تحديد النوافذ بالأرضي بالأول، باخذ طبقة للأبواب. تمام، إذا بدي أشتغل على طبقة واحدة فيني أو فيني ساوي طبقتين، يا بساوي طبقتين، طبقة للطابق الأرضي وطبقة للأول، يا بساوي طبقة واحدة بشتغل الأرضي والأول وعلى الماكس بفصل بيناتهم. تمام. طيب الأبواب بدي آخذ هذا الجزء، باخذ طبقة للأبواب، بعمل ريكتانجل وبحدد هيك وين فتحة أبواب، حدد هيك ريكتانجل، وصل بين الجدارين. تمام، هون في عندنا أبواب سحاب، باخذ ريكتانجل. تمام، بأمن على الأبواب كاملة بالطابق الأرضي والطابق الأول. بعدها عندي الأدراج، كمان باخذ طبقة للأدراج، هي الدرج، وعن طريق الباوندري بي او انتر انتر هون، بعدين هون. تمام. طيب اخذنا هلا طبقات المسقط كامل، صار هلا علينا بس ناخذه على الماكس ونبلش الشغل فيه. طيب حفظته بأي اسم، نروح على الماكس، تصير الكورة. تمام، كيف بدي أضيف ملف أوتوكاد؟ من فاي إمبورت، اختار الملف هذا، الملف ريسكيل سنتيمتر. تمام، بعطيه اوكي، هذا ملف الوسطى. كيف بخفي الشبكه؟ جي الكستمايز يونت سيت اب، بضبط الوحدات من هون كمان بالسنتيمتر، بتاكد منها
تمام، صار المسقط عندي هون جاهز. بدي بلش ارفع المسقط على الماكس. بلش بحدد الطبقات اللي عندي. مثلا اول طبقة انا حددتها هي شو؟ الدرج. يا بضغط على الموديفاي شوف اسم الطبقة، او بضغط ايزوليت. تمام. طيب هذا الدرج كيف بدي ارفعه؟ يا اما كل درجة بعملها بالبوكس، بوكسات بعطيها ارتفاع، او ثلث بولي. تمام. حولها لمستوي، باخذ بوليجون سطور بعطيها كنترول ار، بعدها زر يمين اكسترود قديش 15، بضغط على شارت الزائد. تمام. ارتفع الكل 15، برجع بضغط على شارت الزائد، بضغط الت بلغي تحديد اول درجة من هون، اول درجة من هون. تمام. برجع بضغط على شارت الزائد، بلغي اول درجة هون، اول درجة هون. تمام. وهيك لكفي الدرجات كاملة. طيب ليش عم نضطر نضغط مرتين هون؟ لان هاد جايبين الملف من الاوتوكاد عامل باوندري للدرج مرتين، صار مكرر مرتين. طيب تمام، بعطيه اشارة صح بعدين. طيب الدرجة ارتفع بلون اسود، اي ملف جايبه من الاوتوكاد بعمله اكسترود بيطلع بلون اسود، كيف بدي اعطيه لون؟ يا اما ام ماتريال، فوت على مواد الاكس او ضيف مادة، او شريط الادوات الموجود عندي فوق انشاء تعديل في اخر اداة مور، في خيار اسمه UVW ريمور باخده. تمام. مور يكون محددين شكل UVW ريمور، بعطيه ماتريال اي مادة بياخذ، بياخذ لون الطبقة اللي جايبينها. تمام. هاي الحركة بضطر اعملها مرة واحدة بس لما اضيف ملف الاوتوكاد، بعدين صار هلا اي شيء بنعمله اكسترود بنفوت على ادوات ملائية موجودة. طيب لغينا الايزوليت، الدرج صار جاهز. طيب الطبقة اللي بعدها، حددت الطبقة، هاي الطبقة هي طبقة الأرضية، أرضية المشروع. تمام. مرتفعين هون بالمشروع 8 درجات يعني 120. تمام. وبعمل لها اكسترود قديش؟ 120. الامون في الاكسترود 120. تمام. طيب كمان طلع لي لون اسود، شو بساوي؟ روح على الادوات ماتريال. تمام. في مشكله لهون؟ هاي الدرج وارضيه المشروع صاروا جاهزين. زر يمين هايد سيلكت، خفيته لاشتغل بغيره. تمام. حددت طبقة غيرها، الطبقة اللي حددتها هي شو؟ طبقة الصفر، ما عندي شغل فيها. المسقط الأساسي هاي تسلك. حددت طبقة، بضغط على الإيزوليت، هي طبقة الجدران. هلا أنا هون ما أخذ الجدران الأرضي لحال الأول لحال، أخذ الجدران كلها سوا. تمام. فشو بساوي؟ بفوت على الموديفاي، باخذ السيجمنت، بتعرف تشتغلوا بالاس بي لاين مو هيك؟ خيارات الموديفاي فيني اعدل على الفيرتكس، على النقاط وعلى السيجمنت وعلى الاس بي لاين. باخذ السيجمنت
حدد خطوط السيجمنت كلها للطابع الثاني وبعطيه شو في خيار عندي اسمه ديتاش، بعطيه ديتاش تمام. هلا هذا ديتاش شو سوى؟ فصل، صار في عندي طابع الارضي لحال والاول لحال تمام. طيب شو ارتفاع الجدران؟ تمام هيك بالعاده، بس حسب المسقط اللي عندي بدي اعرف ارتفاع الجدران تمام. هذا البناء ارتفاعه كبير، بعد الدرجات بضرب 15 تمام. كيف كم درجة فيني عدهم هيك على درجة درجة، او بضغط بالاتوكاد بي ار بروبريت خصائص العناصر. اذا حددت لاين شو بيعطيني؟ انه هذا شكل لاين وبيعطيني خصائصه اللون وشكل الخط تمام. فهون بحدد الدرجات كلها، بس الدرجات تمام. شو بيعطيني؟ لاي 26 عدد الخطوط، وعندي هون درجة شو صاروا؟ 27 درجة. لا 27 كيف بدي احسبهم؟ فيني كمان بالاوتوكاد، وانا بالاوتوكاد سي ال تمام، سي ال 27 ضرب 15 تاخذ درجه 14.5. طيب 27 ضرب 15 طلع عندي الارتفاع 405 تمام. وانت وياه استاذ طيب اجينا على الاكسترود الارتفاع قديش؟ 405 تمام. كمان بالادوات ماتيريال الطابع الثاني كمان حددته اكسترود قديش؟ 405 تمام. طيب لقيت الايزوليت، رفعت الجدران، بعد الجدران الاعمده، هاي الاعمده اي طبقة الاعمدة اكسترود قديش؟ خلص ارتفعوا 405 تمام. طيب هذول على الصفر، هذول ما قاعدين على ارضهم لسه، على الصفر هذول، على الصفر لسه هذول ما رفعنا هون عم نسوب البناء تمام. طيب رفعنا هون 405 كمان ارتفع الطابع الاول والثاني. في طريقة تانية كمان لأفصل أنا الطوابع عن بعض، بعد ما أعطيه ماتريال لون بروح بعطيه إيديت بولي، سمعاني بالإيديت بولي مو هيك؟ بتعرفوا فيه، بروح على إيديت بولي باخذ بوليجون أو إليمنت. شو الإليمنت؟ عنصر. طيب البوليجون سطر واحد من اثنين، وبحدد هاي العناصر كلياتها تمام. حددت اعمده الطابع الثاني، وبروح هلا لوين؟ على الديتاش بفصله، شايفين كيف؟ فصلت اعمده الطابع الارضي عن الطابع الثاني الاول تمام. خلصنا من الجدران، خلصنا من الاعمده، في شيء سهل لهون؟ عرفنا ماشي لهون؟ طيب بعدها في عندي طبقة لشو؟ للنوافذ تمام. كمان النوافذ اكسترود قد جلسة النافذة؟ هي 100. بروح على دواء ماتريال تمام. طيب اخذنا النوافذ، الفتحة اللي فوق النافذة قديش فتحة النافذة؟ 120 100 و120 220
قديش ضل ال 405؟ أربعمية وخمسة ناس، 220. طيب شلون طلعت معك 195؟ طيب كنترول في، كنترول في شو بتساوي؟ تنسخ العنصر، تكرر العنصر بمكانه، مو هيك اسماء؟ كنترول في تكرر العنصر بمكانه، مو هيك؟ طيب بيعطيني مجموعة خيارات منها كوبي وانستانس وريفرنس. شو الفرق بين الكوبي والانستانس؟ طيب فهون بدي انسخ بأي طريقة؟ بالكوبي، تمام؟ وبعطيه الارتفاع 185، تمام؟ بعدها فعل السناب، تفعيل السناب والغاء تفعيل السناب، اثنين شو اختصارها؟ اس اختصارها اس. نضغط زر يمين فعل اند بوينت بالسناب، بمسك زاوية الشباك هون وبرفع لفوق، تمام؟ شو شو ضل عندي هون؟ هاي فتحات النوافذ، تمام؟ نجي هلا على الابواب. حددنا طبقة الابواب اكسترود قديش؟ تمام 220. بدنا الجزء بس اللي فوق الباب نفس النافذة 185، بعطيها ماتريال وبمسكها من الزاوية وبرفع له، تمام؟ صار عندي هلأ البناء مرفوع مع فتحات الأبواب والنوافذ، تمام؟ طيب هلأ إذا بدي أفصل الطابق الثاني فيني أفصله، طلعوا كيف؟ طالع الأول مع الثاني، روح على إيديت بولي تضغط إليمنت حدد عناصر الطابق الأول وبعطيها شو؟ ديتال. شبابيك نفس الحكي، إديت بولي حددنا العناصر كلياتها للطابق الثاني، نعطيها ديتاش، الحركة نفسها عم كررها. إديت بولي إليمان العناصر كلها ديتاش. صار لنا هلا جدران مع فتحات الأبواب والنوافذ، تمام؟ في بعض العناصر ما لنا أخذينها، شو بنساوي؟ في حال ما كنا أخذينها فينا نستخدم البوكسات. منين بناخذ البوكس؟ منين؟ هاي بوكس، تمام؟ فعل السناب بلقط أول زاوية، ثاني زاوية ارتفاع، تمام؟ زاوية تنتين ارتفاع. طيب وين؟ هدول شبابيك لبيت الدراج. عملت بوكسات؟ لا لا جدران، بس ما كنت عاملهم من الاوتوكاد، ما عاملينهم من الاوتوكاد. هاي في حال نسينا شيء من جدران ما عملناه فينا نستخدم البوكسات، تمام؟ طيب بعدها بعنا نسكر فتحات الابواب والنوافذ، تمام؟ في عنا أبواب ونوافذ جاهزة. طيب قبل زر يمين on hide all، تمام؟ بنتقل على الفرونت وبحدد كل شيء اشتغلته، تمام؟ هاي كل شيء اشتغلته، فعل السناب
وبمسك الزاوية، زاوية عمود، لو صار في أكثر من شكل، أكثر من زاوية فوق بعض، زاوية العمود مع الزوايا. طيب أي زاوية، بس طلع المؤشر هذا، الأسهم، أربع أسهم، سود، بضغط وبسحب لفوق، تمام. الآن شو بدي أساوي بهي الحركة؟ مسكت هذا البناء، كل شيء اشتغلته مشان أرفعه على مستوي ال 120، مشان أرفعه لوين؟ لهون، تمام. إيه عم سجل، ليش عم سجل على الجوال؟ عم سجل، اللي عم سجل على الجوال، ماسكين الجوالات، عم سجلكم الدرس، ما حد اللي عم سجل على الجوال، بس الماسكين جوالات. طيب الأبواب من قائمة دور، في عندي أكثر من نوع للأبواب، أكثر الأنواع. نحن نستخدم البيفوت وسلايدينج. البيفوت مثل هذا الباب، تمام. كيف بدنا نرسم هذا الباب؟ فعلين التقاط، أول زاوية، ثاني زاوية، سماكة، ارتفاع، تمام. من خيارات الباب هون فيني اعمل دبل دور درفتين، او فتحة الباب لجوا او لبرا، يسار يمين، تمام. هاي واحد، هاي اثنين، تمام. وبعدل الفتحة والاوبن، فيني غير فتحة الباب، كرييت فريم، فيني اعدل على اطار الباب، الكشف سماكة مثلا 10، بروز الكشف عن الجدار، تمام. طيب فيني اضيف تقطيعات لهذا الباب، تمام، او نستخدم بلوكات، بلوكات ابواب جاهزة، تمام. طيب هذا الباب الرئيسي زاوية ثنتين ثلاثة وارتفاع، وهذا بده يكون دبل دور، تمام. طيب نفس الطريقة على كل الأبواب، أبواب هذا الطابق وأبواب الطابق الثاني. في النوع الثاني من الأبواب هو السلايدنج، بيكون هون على التراس، على التراسات، باخذ الزاويتين سماكة والارتفاع، زاوية اثنتين سماكة ارتفاع. طالما فعل أدوات الالتقاط فورا بيتاخذوا معنا، أو برسم واحد وبعمل لهم كوبي، تمام، برسم واحد منهم بعمل له كوبي. بعد الأبواب شو؟ نوافذ من قائمة ويندو، هاي ويندو. كمان عندي أكثر من نوع للنوافذ، أكثر نوع بنشتغل فيه هو شو؟ شو؟ السلايدنج، تمام؟ كمان بلتقط بداية النافذة نهايتها، السماكة والارتفاع، تمام؟ بعدل الأوبن، هاي النافذة أول ما تضيفوها بتكون فتحتها لفوق ولتحت، في خيار هانك بضغط عليه لقلب فتحة النافذة. الفريم إطار النافذة فيني أعدل عليه هلا، تمام، كل الجهات. طيب ونمشي على باقي النوافذ نفس الحكي، أنا أخذ كل النوافذ طبقة واحدة، إلا نوافذ الحمامات أخذون غير طبقتين، تمام. نوافذ الحمامات كنت اخذهم بغير طبقه،
هدول، لأن نوافذ الحمامات جلستهم ارتفاع راح يكون مختلف. جلسة النافذة قديش؟ بعطيها اكسترود 160. أي ماتريال. بعدين كنترول في، عملت نسخة كوبي. قديش كنا عم نرفعها؟ 185. فاعل السناب بسحبها من هون لفوق، تمام. هاي نوافذ الحمامات. بنتقل على الويندو، انواع النوافذ، زاويه، الزاويه الثانيه ارتفاع. في اكثر من نوع للنوافذ، منها هاي اول نوع، هذا فينا نستخدمه للنوافذ الحمامات، تمام. اليوم سكر هون ناقص جدار، وهون كمان من البوكس. الزاويتين وارتفاع هون هون، تمام. لهون في شي مشكلة؟ عارفها ماشي؟ طيب وين وصلنا بالشغل؟ نحفظ هاي أهم شغلة. نحفظ الشغل اللي عم نشتغل عليه، تمام؟